إنها الأم. فقط حين نشعر بالسعادة والرضا ويكون التوفيق والنجاح ندخل جنة الفلاح والارتياح. تنجلي همومنا، تنفرج كروبنا، تزول أتراحنا، فهل بعد هذا أحد يلومنا إذا آسينا أو حزنا على أمهاتنا؟ أي عاقل لا يبكي وقد أغلق عنه بابان؟ أي عاقل لا يبكي وقد أغلق عنه بابان؟ باب من أبواب الجنة وباب من أبواب الجهاد. فلما ماتت أم القاضي إياس بكى، فقيل ما يبكيك يا أبا واثلة؟ قال كان لي بابان مفتوحان، قال كان لي بابان مفتوحان من الجنة فأغلق أحدهما، وأما باب الجهاد فقد روي عن أنس رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أشتهي الجهاد وإني لا أقدر عليه. قال هل بقي أحد من والديك؟ قال أمي. قال فأبل الله عذرا في برها، فإنك إذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، إذا رضيت عنك أمك فاتق الله في برها. رواه الطبراني وحسنه العراقي. فاتقوا الله يا شباب، اتقوا الله يا فتيات، اتقوا الله بأمهاتكم وآبائكم، اتقوا الله في أمهاتكم وآبائكم، وعجلوا قبل أن تحين لحظات الفراق. تمرغوا في سعادة البر والصلة لهما والخدمة لهما، إنها سعادة الدنيا والله إنها بوابة الجنة. فلا تفوتكم عباد الله. كان مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن بر الأم أفضل الأعمال، أن بر